إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد أدنى من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا رب 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 يا رب. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيئا عندي وأحق بحمدي. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي، أو أن تستزلني بخطيئتي. وما أنا يا سيدي وما خطري؟ أبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك.
سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي غديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنت والجائع الذي أشبعت والعطشان الذي أرويت والعار الذي كسوت والفقير الذي أغنيت والضعيف الذي قويت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي آويت أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي آتيت على معاصي الجليل الرشاء أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمغلتني فمروى وسترت علي فما استحيا وعملت بالمعاصي فتعدى وأسقطتني من عينك گفت بوی خوشی داشت هر جا می رفت می فهمیدن فلانی اومده یه بوی عطر خاصی داره بوی خوشی داره رفیقش بهش گفت فلانی میشه اسم عطری که میزنی بهم بگیم به رفیقش گفت به خدا من عطر نمیزنم مگه میشه هر جا میری میگن فلانی اومده از بوت معلومه به خدا من عطر نمیزنم رفیقش ازش ناراحت شد چرا بهم نمیگه اسم عطری که میزنم روز عملیات وقتی زخمی شد رو زمین افتاد رفیقش براش رفت سرش رو دامنش گذاشت به رفیقش گفت میدونم ازم ناراحتی الان بهت میگم داستان اون بوی خوشی که دارم حالا که میخوام برم بهت میگم بگو
من هر روز بعد از نماز صبح روم و طرف کربلا میکنم، دست رو سینه میذارم، میگم السلام علیک یا ابا عبدالله. همین که سلام میدم به آقا یه بویی میاد کل وجودم و میگیره، یعنی انگار آقام جواب سلامم میده. حرفم اینجاست اسقطتنی من عینک، به خدا من خیلی کربلا بیام. هر وقت سلام میدم چرا کسی جواب سلامم نمیده؟ چرا کسی جواب سلامم نمیده؟ آقا به خدا من با تو عهد میبندم هر روز بعد از نماز صبح بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، به امید این که یه روز جواب سلامم رو بدی. آقا اگر جواب سلامم رو ندادی میگم السلام علیک یا ابا الباب، شاید عباس جواب سلامم رو بده. حتی واسقطتنی من عینک فما بالیت فبحلمک امهلتنی وبسترک سترتنی حتی کأنک اغفلتنی ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متغاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني غواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجغدي، فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فوا سوءتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنات عندما أتذكرها، يا خير من دعاه دعا وأفضل من رجا فرج. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشغال ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك
و ما صرفت وجهت منی للعفو عنک ولا خرج حبك من قلبي انا لا انسى اياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا يا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي أخرج حب الدنيا من قلبي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله آخرين فراز التماس دعا وانقل لي إلى درجة التوبة إليك وعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي ومالي لا أبكي ولا أدري لا ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا دليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ شأن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة وذلة. سيدي عليك مع أولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي. برحمتك يا أرحم الراحمين صل يا رب على سيدنا محمد وآله الطاهرين.